ثالث بالفرونت ويل درايف اكسلنت. هذا الهدف كان توب 10، قدرنا نعمل 80. رالي كثير كثير صعب والحمد لله قدرنا كفيناه، واهم شيء يعني بعد ما طفت وتعذبنا الحمد لله رجع داريت، حظنا كان حلو داريت وقدرنا كفينا وصلنا لهون مركز ثالث بالكلاس تبعنا. بحب اتشكر سبونسر تبعي اكس كونسبتس اوتوموبيل اكيد، يو اس جي بورال معنا من هذيك السنه ومكفيه معنا هالسنه، واكيد بتشكر لؤي اللي عم بضل معي وبتبعني من اكثر من 13 سنه، 14 سنه، واكيد شكر خاص لغسان فوري والفريق تبعه.